بين الأجهزة الرصد المتنقل الموضوعاتية، جهاز مراقبة السرعة ليزر كام كات. الجهاز كيمكننا من رصد وإثبات مخالفات تجاوز السرعة القصوى المسموح بها، وكذلك الجو الحادية لها حسب مدونة سير قانون 52.05 وكذلك النصوص التطبيقية اللي تابعة لها، خصوصا القانون المرسوم 2.10.419 إلى 2.10.421 مادة 14 اللي كتنص على أنه يجب تقديم دليل مادي لأجهزة الرصد، يجب أن تقدم دليل مادي على ارتكاب المخالفة. بالنسبة لهذا الجهاز كيمكن يحقق هذا الشرط هذا، بحيث أنه يقدم دليل مادي على ارتكاب مخالفات وجناح تجاوز السرعة القصوى المسموح بها. بالنسبة للجهاز كيحقق لنا الشرط ديال تقديم الدليل المادي، بحيث أنه كيعطينا رصد دقيق السرعة باش جاية المركبة المخالفة، وكذلك يعطينا ترقيم لوحة ترقيم واضحة حسب البرمجة إذا كان مبرمج على مقاطع فيديو أو صور، وكذلك كيخضع لمراقبة تقنية كتحدد هامج الخطأ. المراقبة التقنية كتحدد بشكل دوري، كتحدد هامج الخطأ الذي يجب أن لا يتجاوز 1%. بالنسبة للمخالفات في حال تجاوز السرعة القصوى المسموح بها كنبرمجوه على السرعة اللي في الطريق، مثلا إذا كانت 60 كيلومتر كنبرمجوه على 60 كيلومتر مع إضافة هامج الخطأ ديال 10% ديال 60 اللي هو 6%، والمخالفة كتبدا من 67 كيلومتر في الساعة. ما بين 67 و 79 كتكون درجة ثالثة، الأداء الفوري ديالها 150 درهم. ما بين 80 كيلومتر في الساعة إلى 89 كيلومتر في الساعة كتكون درجة ثانية، الأداء الفوري 300 درهم. من 89 كيلومتر في الساعة إلى 109 درجة أولى، الأداء الفوري 400 درهم. أثناء تجاوز السرعة من 110 يعني من 50 إلى ما فوق، هنا كندخلوا في مجال الجنحة، يجب المعني كيدار محضر كيتقدم النيابة العامة. لا 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 ابدا، الاداء الفوري يمكن يكون نقدي، يمكن يكون بواسطة شيك، ممكن يكون بواسطة الاداء الوسائل البديلة كتطبيقات الهواتف الذكية، تطبيقات ديال الحسابات البنكية، او ممكن يمشي لاقرب، خصوصا في المجال الحضري يمكن يمشي لأقرب شباك أوتوماتيكي ويؤدي الغرامة ويجيب ما يفيد، ويمكن يسترجع البطاقة ورخصة السياقة ديالو. لا، على حسب سلوك السائق. بالنسبة لسلوك السائق، إذا كان المخالفة كتتعلق بسلوك السائق كان الاحتفاظ برخصة السياقة، إذا كانت المخالفة كتتعلق بحالة العربة كيكون الاحتفاظ بشهادة التسجيل. كنرحب بكم في هذا الرواق ديال السلامه الطرقيه اللي كيتنظم على هامش الابواب المفتوحه اللي كتنظمها المديريه العامه للامن الوطني في نسختها الخامسه. اذا في هذا الرواق هذا ديال السلامه الطرقيه اللي كينقسم لواحد الشطرين، شطره فيه الشرطه ديال السير والجولان، وكما شفتوا معنا المهام المنوطه بها كتقوم بالضبط ديال السير والجولان والزجر ديال المخالفين ديال قانون السير في الطرق العموميه. بالنسبه للشق الثاني اللي كيهم المصلحه ديال حوادث السير، بالنسبه لمصلحه حوادث السير مؤخرا اعتمدت واحد النظام ديال العمل اللي طورته المديريه العامه للامن الوطني، الفرق الهندسيه ديال المديريه العامه للامن الوطني، اللي هو واحد نظام معلوماتي ديال تدبير محاضر معينه حوادث السير جيساك. هذا المحضر هذا النظام هذا اللي كيمكن الضابط المعاين ديال اللي كينتقل لحادثه السير من اجل تدبير ذاك جميع الاعمال والانتقالات وجميع المهام اللي كيقوم بها، واحد النظام معلوماتي اللي كيضمن لنا الدقه والسرعه في الانجاز ديال جميع المهام اللي قام بها.
وهذا النظام هذا كيدخل في اطار التحول الرقمي اللي انخرطت فيه المديريه العامه للامن الوطني بشكل غير مسبوق. وكما كتشوفوا معنا هذا واحد اللمحه على هذا النظام هذا لكي يقوم الضابط المعين بالادخال ديال الجميع ديال المعلومات والبيانات ديال الشخص الضحيه ديال حادثه السير. كذلك هذا النظام هذا مرتبط بواحد القاعده ديال البيانات ديال رخصه السياقه، كذلك شواهد تسجيل لي كارت غريز، وكذلك بنظام ديال البطاقه الوطنيه. وهذا النظام هذا كيساعدنا كثيرا على ضبط الاحصائيات اللي كنرفعوها للقيادات الامنيه ديالنا، كذلك اللي كنقوموا بالرفع ديالها المتدخلين في الميدان ديال السلامة الطرقية، لا سيما الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، من أجل تشخيص الظاهرة ديال حوادث السير والبحث عن الحلول من أجل هذا الشيء الكامل في بغية تنزيل وتكريس وتحقيق الأهداف ديال الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، وهي تخفيض عدد القتلى وضحايا حوادث السير.